من حديث الصباح حياة كما قلنا ذكروا بالموضوع. موضوعنا اليوم هو التخطيط السليم للحياة ومعنا النقاش الأستاذة هالة متبهانة مديرة مركز مهارة بليس. مرحبا بكم سهلة أستاذة هالة. بداية بعد قاع للمشاهدين الكرام شنو التخطيط الشخصي؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم. التخطيط هو مرحلة تحويل الفكرة والأحلام إلى أهداف قابلة للتنفيذ، هذا بصفة مختصرة. مرحلة انتقال الحلم أو الطموح لأهداف قابلة للتنفيذ. يعني هذا هو التخطيط، التخطيط الشخصي. شخصي. يعني أين نبدأ؟ يعني ما هي الخطوة الأولى لهذا التخطيط؟ يعني يجب أن يكون هناك جدول، يجب أن تكون هناك أولويات، يجب أن تحدد الأهداف أولاً. سابق نبدأ دائماً، عادة سابق نبدأ في مرحلة تحديد الأهداف. لماذا نخطط؟ نخطط ياك ننفذ. كي قلنا الفكرة اللي كانت عندي والله الحلم اللي كان مجرد حلم في بالي، نخطط ياك ننفذ ياك نقبل خطوات وياك نقبل مجموعة إجراءات نقد ننفذها 1، 2، 3، 4 هذا الشهر، الشهر الجاي، السنة الجاية، شنو اللي كنت يلا نعدل، ش أنجزت وش ما أنجزت. هذا هو لماذا نخطط، ياك تحولي الفكرة اللي كانت عندك أو الحلم كان عندك للإنجاز. لذلك نأخذ على مراحل التخطيط. يعني شنو أهمية هذا في عصرنا اليوم؟ يعني دائما يعني نلاحظوا أن الصورة النمطية دائما أن التخطيط قاع ما لابد منه، يعني هل يعني ظروف الحياة تغيرت وعادت فارضة عملية التخطيط بشكل دائم بالنسبة لجميع الأسر وخصوصا النساء بما أنهم هنا ربات الأسر ويعني تولوا بشكل مباشر تسيير أمور الأسرة وإلى آخره الأمور؟ أهمية التخطيط هي لأن كيف قلت العصر تحول، مات العصر العشوائية، يعني الواحد لا ماشي حتى تخصصه قاعد نبدأ من مزال الواحد مزال طالب مثلا يمشي الحق للبكالوريا إذا نتسوله أنت شنو تخطيطك، شنو هدفك يعني في الجامعة، شنو تخصصك اللي تطمح له، ما عنده فكرة، حسب ذاك اللي يجبر قدامه اللي هي عدله. وعادة يضيع فيها ياسر من الشباب هذه المرحلة خاصة لأنه يلحق أنه مثلا جبر تسجيل ذا مجال فلاني ولا خاض على مرحلة يعرف هو من درا كان قد يعطي في المجال ولا ما قد يعطي فيه، من درا كان قد يجبر راسه مثلا المجال ذاني. فلو كان من البداية يعني وخالق شيء قالوا التوجيه الأكاديمي في فترة الثانوية، لو كان وجه من ذيك سيعود عارف هو شقايس وفهم قاعدة أو قانون عام معروفين قالوا 4 ساعات، يعني ساعة تخطيط واحدة توفر لك 4 ساعات عن التنفيذ. هذا مهم خاصة أن احنا حالا فترة السرعة، الحد أول ما يقول لك نحن فترة سرعة وفعلا، فلماذا لما نقعد نخطط ساعة ياك نستفاد من 4 ساعات عند التنفيذ؟ يعني هذا يعني مرتبط بتكوين الشخص أصلا في الأسرة دائما. دائما ما يعود الوالدين هم اللي يخططوا والله زاد، يعني ما يعود الإنسان يتعلم التخطيط مازال خير، يعني كل قرارات وكل روايات اللي عدل مازال خير، يعني ما هو معتمد فيها على نفسه، يعني ما هو مدرب واصلا مكون على انه يعود قاعد يخطط مثلا للحياه ولا يعود عنده برنامج مثلا اهميه، حتى انه يعود مثلا يقرا ولا يعرف التخصص اللي لا يقيس مثلا، حتى انه ميوله في الدراسه كيف، كل حد مثلا يعود فين بعضهم التلاميذ يعود يقول ماده العلوم، بعض من التلاميذ يعود يبقي اللغه الى اخره، يتميزوا في بعض من المجالات. يعني ضرورة أن يعود الإنسان متعلم هذا في البيت من مازال صغير، يعني تعود عنده مساحة من الثقة، ثقة في النفس والاعتماد أيضا على النفس، أن يعود مثلا الوالدين عاطينه هذه والله مدربين على هذا، ياكي نين يكبر في المجتمع يعود عنده شخصية قد يواجه الحياة. الأسرة طبيعة الحال هي المرحلة الأولى اللي تكون الشخصية، يعني مرحلة 7-0 إلى 7 هذه مرحلة الأسرة التأثير المباشر، يعني كان ممكن تعلم فيها الشير ولو مرحلة تحمل المسؤولية، يعني أنت عندك مجموعة قرارات، يعني تقريبا 5 سنوات تقدر تعلميها له في الباس وتقدر تعلميها له في العائلة وتعلمها له في ألوان الدفاتر مثلا، تعلمها له في نوع الصك مثلا اللي يختار الحقيبة المدرسية، هذه مراحل صغيرة تقدر تبدأ فيها في توعيها على قيمة التخطيط ولا قيمة الاختيار ولا تحمل المسؤولية، أنت أنا اخترت كذا
علمته انا اختار السوق مثلا يختار لك يختار لما انت ما مخصر عليك شيء يعني انا كأم ولا انت كأب ما مخصر عليك اللي اعطيته مجموعه خيارات وخليته يختار وهون اللي يطردوني شغل مجالي الثاني وهو مجال التربيه فخلونا ننطلق شغل مجال التقدم يعني هو فعلا هو مراحل هي مراحل وبعدين تجي مرحله تاذير المدرسي وبعدين تجي مرحله تاذير الاصحاب والاصدقاء فانت في البدايه كنوات نعود زودتك مجموعه مهارات قلت عاقب هذا تعلمك شنو الطريقه اللي تقدر تتخذ فيها قراراتك السليمه وكذلك ما هو لا مشكله اتخاذ القرار خارج شنو قالوا تحمل المسؤوليه يعني شنو كانت نتيجه القرار من ترى شنو هي الخطوات العلميه للتخطيط الشخصي التخطيط الشخصي خالق مرحله يخضع عليها المؤسسات غالبا يعودون المشاهدين واحدين من اهل الشركات او المهم البزنس يعرفوا عليهم سابق ما خطوها وطرحوا اي هدف لابد ان يعدلوا شكل او شكلين او ثلاث اشكال من التحليل كيف الاناليز سوات البنش ماركينج الجي ماتريكس حتى الانسان نفس الشيء لابد لك سابق ما خطط تحلل بعد يعني انا شنو هي نقاط ضعفي انا شنو هي نقاط قوتي انا مش خاصني بالمهارات انا مش خاصني يعني في عادة نحن لو نعلمه يعني المتدرب أو المستفيد من طرق التخطيط نأخذ على مراحل اللي هو التحليل شنو هي الفائدة منها؟ الفائدة منها على أنك تحقق توازن نحن في الأخير شنو دوره؟ في النهاية كل واحد بنبحث عن مصطلح السعادة مصطلح السعادة يختلف من شخص لشخص ذيك السعادة اللي تحصل لأن يعني يوصل الإنسان مرحلة التوازن تقدروا تلاحظوا معايا ان عاده تجبروا شيء من الناس واحد مثلا ناجح ماليا وله يعني سعيد توب يقول ما هو سعيد والله او تجبر واحد انتم ياسر من الضغوطات يعني تفرق عليه مصطلح التدين يعني نفترض يعني نجرأ شوي مصطلح التدين على اساس اني نعود متدين يعني نعود زاهد يعني نعود كذا يعني طوى وفي نفس الوقت ما هو يعود مرتاح لانه يعني الله سبحانه وتعالى وخلقنا فينا ذاك المجالات ذاك التوازن عندنا الجانب النفسي يعني الجسدي والصحه والجسد عندنا الجانب النفسي والثقافي الثقافي والفكري وعندنا الجانب الاجتماعي والعاطفي انا والناس اللي حواليا عندي الجانب المهاراتي والمالي يتميز بين كل واحد عندي كذلك الجانب الروحاني اللي هو الجانب الديني هذه المجالات نيتري نجي نخطط اول ما يلا نعدل يلا نوازن بيناتهم يعني ما ركز واحد على واحد التحليل شنو هي الفائده منه لين نعدلوا التحاليل ورغم الحمد لله احنا في عصر الانترنت والاختبارات موجوده ومتاحه في كل بس حتى طبيعه التحاليل مثلا التحاليل يعني نعرفوا كان هذا الشخص مثلا على هذه الاصعده ولا هذا المستوى تتحدث في المستوى الاجتماعي طبيعه التحاليل معدلين في اختبارات موجودة علمية وحد يعود يعني أنا موجود ليها كامل نبذل جهد كان نجبر الاختبارات العلمية إياك ماش ما نوصل النتيجة اللي تعقب عقبها تأثر عليها أو لأن نحن مرحلة التحليل إياك تجرني مرحلة صياغة الهدف اللي يناسبني صياغة الهدف اللي يناسبني نعدلها وتعود النتيجة غير مرضية معناه الخلل منين يعني حللت احتمال عدد تحليل خاسر في التحليل يعني شخصيا لنجي بطريقة بسيطة هو في تحاليل يعني كيف نحن مثلا في المركز أو في الاستشارات قدموا مجموعة من الأسئلة في كل مجال شو طبيعة الأسئلة؟ الأسئلة اجتماعية ما في مشكلة الأسئلة كيف قلنا المجالات خمسة مجالات كل واحد منا تقريبا خمسة عامة خمس مجالات عندنا المجال الجسدي والصحي وعندنا المجال الثقافي وعندنا المجال الاجتماعي والعاطفي وعندنا المجال الروحاني وعندنا المجال المالي يعني أنا وماليا إن شاء الله نعدل ها وكتية الجوانب الخمسة كل واحد منهم مجهزين له تقريبا 20 سؤال تحول حول هذا المجال في الأخير في نوع معين من الحساب نستخرج منه النتيجة وين هو الجانب اللي انت ضعيف فيه نحدو فيه هدف ما نحدو أنا كما تحدو انت اللي لا يتعدلو يعني عندك يعني مجال نقص في يعني التواصل مع المجموعة نفترض مثلا على أنك جبرت 20 مثلا نقطة في مجال الجسدي والصحي وجبرت مثلا 45 في المجال الروحاني وجبرت في المجال الاجتماعي 15 شي ذا كيفته لا يمشوا نفس النظريه اللي تنطبق على السوات وعلى اللي هم نقاط القوه والضعف والفرص والمخاطر نفس الشيء
وين هي نقطة قوتي لين نصيغ لها هدف ياكن حافظ عليه. يغير السياقة لا تعود من الشخص اللي معدل من الشخص. نحن يمنع علينا منعا باتا تدخل من القوانين من القوانين اللي مفروضة علينا. ويعني فترة الاختبارات كنا دائما ينص عليها ممنوع علينا ككوتش تدخل كمدربة اني نقدم حلول او نقدم لك انه يلا تصيغ الهدف في المجال الفلاني ويعود كذا. لا انت صاحب انت يعني مستفيد الشخص لنفسه اللي تعطيني مجموعه مقترحات. وهذا نفس الشيء قلت عاد انت وحدك في البيت انت في الدار تقبل ورقه لو انك ما عندك هاي الاختبارات. هذه المجالات الاساسي عندنا شنو هاي المجالات تكتبهم كاملين تكتب انا في الورقه في الوسط تكتب انا للاسف تخطط او تجيها في تخطط على جانب معين مالي عاده مالي والله يركزوا على عند المشروع ينعدل كذا ينعدل كذا وينغمس فيه ويوقد يوقد هو عن نفسه قاعد يوقد ضيع صحته دائما يهم الجانب الاجتماعي يهم الحب الصحي يعني يركز على الرحم ضاعت ضاعت وقته قاعد ما يعرف قلت الصحه هذه اشهر قاعد معادله دائما تخلق شنو هي لانه تجبر الواحد صحه على حساب المال قاعد يحقق من النجاح المالي غير صحته في تدهور والله عاد عنده الضغط سكري عاد عنده السكر عاد عنده كذا يعني انا في النهايه كي قلنا المبتغى او النتيجه اللي نودها هي السعاده والسعاده ما هي ابدا لا هي تخليك يكون نتوازن نحس اني راضي عن نفسي يعني كمصطلح فهم ايضا اشياء متعلقه بال يعني بالضحك هذا كان مثلا قال لك تماما لا لله والانسان ما يقدر يبلغ يعني يكاد تكون مستحيل انك هذو الجوانب اللي ذكرتي كل يعني يخلق فيها توازن لبعض عند هي النظره العامه نظريات عند بعض طبعا الناس. طبعا لقضيه الكمال لله طبعا وفم فم اياك نتفادى وملي روايه خطيره تخلق عياده من الناس في التخطيط هي الاحباط لانه شنو من يقعد ويخطط ولا ينجز اللي يخطط له يخلق له شيء الاحباط لذلك احنا نعلمه على انه بدلا من ندير خطه انا هدفي كذا بعدين وصلنا لمرحله التخطيط وقلت انا ليه نعدل ليه نعدل ليه نعدل ابدا تعود واقعي وفم الواقع فم معايير رئيسيه ولا لاحقتها جوا قال في صياغه الاهداف يعني ما نجي نصيغ هدف هكذا ياك نتفادى على الاحباط لاني يعني انا كمان لا انا وانا انسان وبشر قد اليوم ننجز الصبح ما ننجز قد يجيني فتره تسويف قد يجيني دويدبه مرات هبوط صعود هبوط عادي هذا عادي انا كانسان وكبشر نعرف نطرح فم احتماله بدل ندير انا هون وندير خطه نقطه راعي هذا هي ونشكني نوصل هذه الصفه مستحيل يعني لابد نعود من المرونه لاني هاك نصد عنها لان تجيبني الحياه لان نجي عنها وتم هكا هذا نوع من الذكاء بحد ذاته اني نتعايش مع الظروف اللي انا فيها ونعرف هم اللي نرجع النقطه اللي قلت حمزه وهي قضيه انه الكمال لا الملام يقارن احنا المتجر شنو نوصل لاعلى درجات الانجاز وعلميا يقولوا عنك تنفذ 50% من الخطه اللي طرحت تعتبر انجاز نجاح انت توصل 80% التوب ما في حد يوصل لها الحياة دائما ما يعني نلاحظوا عن مثلا عود إنسان مثلا عنده همة وعنده يعني إرادة داخلية في التغيير شنو هي أهمية نعود هذا الشخص محاط بأشخاص إيجابيين مثلا أنا نقدم مثلا على ذلك تغيير مثلا على 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 حالتي الاجتماعية والله الشخصية إلى آخره والله زاد لين نقدم على خطوة مهمة في حياتي تعود حد الأشخاص اللي قريبين مني أشلك بيها وهذا قاع ما يلتقوا دور خلق يعني ضرورة نعود فم وسط يشجع على أن الإنسان بعد مثلا نعود مخطط جيد للأمور حياته البيئة تأثيرها قوي وخاصة أنه الناس أنواع فمن الناس اللي يعني من الصغر تشوف فيه عنيد نرجع نربط لك شوي بقضية التربية ترجع للموضوع لكن يشير تجربة عنيد عادة في المستقبل ما لي أثر عليه
هي مؤثرات الخارجية يعني أي نوع من العناد؟ العناد 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 وطول العناد بصفة العناد بحد ذاتها تجبر إشيني تقول له يعني لا هو قاف راسه تقول له البسها يقول لك لا قال هذا داسر وراسه متعصب أنا ونغضب كذا لكن الخبر السعيد على إنه هذا الشخص اللي شفته عنيد ويقول لك لا عرف على إنه مستقبلا هو صاحب الشخصية وهو صاحب هو اللي يقود نفسه ما يقوده الآخرين فهمت قائد دائما مجموعة كبيرة في علم الاجتماع يسموهم يعني يقسموا البشر على ثلاث أنواع خالق نوعين من القادة قائد الإيجابي والقائد السلبي قائد الإيجابي إن شاء الله أنهم يعودوا ياسين لأنهم يسحبوا معهم القائد السلبي تجبر واحد طالع يقر في الأمور السلبية يعني في المخدرات أو في كذا أو كذا مهم تلحقوا قائد صفة القائد تنطلق عليه خارجة تقريبا 98% تخيل معي من البشر تابعة لا حول ولا قوة إلا 98% من البشر تابعة معناها اللي أنت أيكم سبق فيه سبق فيه القائد الإيجابي أراه أسلك أسلك فيه السلبي مش شنو هي هذه اصلا جايه الناس جايه من انا يعني عودتك انت كطفل على يعني نرجعوا للنقطه النقطه التربيه اللي هي الاساس انا كانسان هذا ترابط مجموعه احداث او فترات من عمري اللي تتراكم فيها خبرات اللي هنا اخذ نتيجه شخصيه انت ذيك ساعه والله انت ذيك ساعه ياك تربي ولا عاقب هذا على 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 القياده والله على انه بعد ما يعود تابع على الاقل لا تفرصي على ذيك اوكي كل شيء اوكي طاعة على المتناهي كي قد قلت لك حياة واحدة من اللقاءات الفايتة على انه اول ما يصيب ذاك الطفل شنو هو في مرحلة لان قلنا تأثير على الشخصية بناء الشخصية نفسه اول شيء الأسرة سابق 7 سنوات بعدين المدرسة بعدين الأصحاب فمرحلة المدرسة ومرحلة الأصحاب يعود انا عودتك على الطاعة معنا انك اللي جاي من الأصحاب على طول سحبك يعني ما عاد يعني ما في قرار نابع منه هو يعني ما تربى هو اصلا على تربى انه قدامه حد يقول له يجر توب والله اوكي والله شري هذا والله جرب ما كان يخرب جرب هو نوعيه التجريب لا يعود هو يعني حد يسمع اذا مثلا قال هذا لي لما قاعه من مثلا من تخسار التركه مثلا على انهم لا اللي فهم فرق فهم فرق بين يعني الخسارة يعني شنو الفرق بين انهم يعودوا يعلموا اتخاذ القرار وانهم هم اللي ايضا يعودوا ماشي على السلوك التربيه القوي فهم فرق اني خسرتك معناها اني خليتك اتكالي خليتك غير متحمل المسؤوليه يعني فرق في الدلال مثلا هذه هي الخساره يقارني انا نرجع شنو هدفي من تربيه هذا الطفل انا ذا الطفل والله الطفلة أنا بعدين شن دوره النتيجة اللي ندور منك شن دور شخص سوي صاحب شخصية يتحمل مسؤوليته ويتحمل كذا كان يرجع للطريقة اللي بنيتك بها في التربية فهم كذلك طرق للتوازن مع الطفل فهم أنك صارم في شيء يعني شيء عليه خطر على الطفل وفهم شيء قال له نعلمك أنا هون قاعد نقرس فيك مجموعة من القيم ومنها هذه أركنا من القيم ومنها فهم مهارات مشكلتك ما تعرف يعني عقب مثير وعن مشينا على لا 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 نرجع للتخطيط من عندي يعني هذا هو التخطيط يعني السليم من اللي تخطيط هو التخطيط الأبوين للمسير الشخص فيما بعد لا لا نرجع شوي لموضوعنا وتقولين لنا شنو هو ترتيب الأولويات يخضع له والله إيش ترتيب الأولويات عنده مصفوفة يعني معروفة يقسمها على 4 مربعات أربع مربعات واحدة يسموها لا يستفادوا لنا لأن نرسموا المربعات أو المربع الأول المربع الأول فيه دائما عندك العاجل والمهم في أموري لليوم أو للشهر أو كذا عندك مجموعة من الأمور على تعود عاجلة ومهمة هذه نقالها الطوارئ لابد من تعدل ذاك الوقت كترتيب ترتيب أولويات عندك المربع الثاني اللي هو فيه المهم الغير عاجل وهذا يسموه مربع النجاح يعني على المدى البعيد ويخطط له هذا هو أهم شيء في التخطيط مربع النجاح لأنك فيه شيء مهم غير عاجل تقدر تخطط له واحدة واحدة على مجموعة إجراءات أنت تحددها وعندك مربع ثاني هو يقولون مربع الخداع غير مهم وغير عاجل قال له خدع وعادة ما يعودش فيه خليك شي من الامور تلحق راسك نشفرت وفترت قاعد تدفع شغل لين تفوت عبد الله ويرك غير عاجل انت ايش لك به؟ او ممكن تفوضها لحد ثاني يتولى يعني نرجع على نتيجة التخطيط الشخصي في الاخير نحن دائما نوصل الورقة هاي الورقة فيها ترجمة اللي انا شنو دور
ذيك ترجمة كي نرجع للكلمة اللي قلتي الأولى أنه التخطيط العلمي. العلمي إني نأخذ بأهداف مصاغة ونعطي شوي تفسير في قضية الأهداف المصاغة. مصاغة الله تعود مصاغة مجموعة معايير كي قلت لكم قبيل، معايير اللي هم الأهداف السمارت، سمارت جولز، اللي هما عندك هدف محدد وعند يعني شنو الهدف اللي عندك لابد تحدده، لابد يعود قابل للقياس. أنا قد نقيس أنت شنش عدلت منه وش ما عدلت، ما يعود إلا نظري وش عدلت وش ما عدلت عندك علن، ويلا يعود سبيسيفيك، وعندك سبيسيفيك الأولى اللي هي المحدد، وبعدين ميزرابل اللي هي قابل للقياس، ومحدد وقت يعني عاطي أنا هذا الهدف عاطي شهر شهرين ثلاثة أشهر، وعندك تاريخ بدء وتاريخ نهاية، لأن إحنا شن حاربوا هون، حاربوا علينا إن كتبنا هدف حلم يعني تحفة تحفة، وأنا على أرض الواقع ما عندي الطريق اللي وعد يعني وعدته. واحدة من المعايير واقعي 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 محدد زمنيا، محدد هو شنو هو في أي مجال ولاش شو ضربي، وتقدر تقيس وقابل للقياس. ليش؟ لاني ما ندور له هدف مبهر نبهر قدام واو عنده اهداف كذا، او نكتبها على صفحتي او نعدلها لوحه قدامي كذا. لا، الهدف ما هو الهدف انك لاه تكتب خارطه الطريق تقدر تعدلها قابل للقياس وقابل للتطبيق وواقعي، الوسائل اللي لا توصلك للهدف. نعم. بعد صياغه ذيك الاهداف بذي الطريقه المعايير اللي قلنا، لين نرجعوا للتابلو ثاني يحدد كل هدف. هذا الهدف مثلا في المجال الفلاني، نفترض اني عندي لا قدر الله مرض معين او عندي مشكله معينه صحيه، ونعدل الهدف. هذا الهدف اللي نصيغه كان نحافظ على صحتي في ذا المجال، شو الطريقه اللي ننفذ بها؟ فهون نرجع لمجموعه اجراءات. يعني نهار الفلاني يا الله والله عندي نهارين في الاسبوع عندي رياضه مثلا، نفترض مجال الصحه، عندي ادويتي ما فيها نقاش، عندي كذا، عندي ريجيم خاص، عندي كذا، نصيغها على مجموعه اجراءات ذيك نقدر نعدلها. ليش؟ خوف مادي بعدين علني نرجع لإحباط. يعني نصيغ وبعدين ما نعدل فصيبني الإحباط. يعني هلا دائما الناس تقول البال لا واحد، والإنسان ما يقدر قاع من الأمور كامل يخلطهم في الحياة، مثلا يعود يطلع مع الصباح وينقز الرابعة، يعني يعود واحد في العمل ودحمي سعود عنده شم الأمور الأخرين يعدلوا، يعني يعني يمشي لا في اتجاه واحد اتجاه العمل، يعني الاتجاهات الأخرين اجتماعية. هذا النوع من التفكير يعني أي تصنفوه باش النوع من الحالات، عندكم دائما من الناس اللي يجوكم دائما ما تعدوا لهم تشخيص وهم حياتهم ماشية على اتجاه واحد، يقال لك البال لا واحد وهذا من تخباز إله وإله وإله. عادة النوع من الناس نسموه المتذمر، يعني متذمر إذا يتذمر ما راضيش ما عندي الوقت، انا ضل طالع عندك اني لين عود بالي الكذا والله يعود بالي انا قاعد رياضه ذري صايب انا قاعد ما عندي الوقت. تقولي لا تقولي لا تقولي ليش من النظاري تو القران تعود فعلا دور النجاح، تعود فعلا تشوف القدوات اللي قدامك او متاثر بشخصيات معينه، هذه الشخصيات ما وصلت عن طريق التذمر وعندي لا بال واحد وطريق واحد. طبعا انت لا بدك تبذل جهد. تقسيم كيف قلنا قبيل على ان مجموعه من الاولويات، انا عملي اولويات يعتبر عاجل ومهم، صلة الرحم مهم وغير عاجل، يعني قد مرة في الشهر مرتب مرة في الشهر عندي صلة رحم، هذا ما مخصر علي شيء ولا ضغط علي. لذلك قلنا قبيل على انه التحليل لا يردك انك تصيغ اهداف على حسب حالتك، ومن ثم هو بدل من يجعل انه الكوتش او المدرب ما يلا يعطي مثلا انا قد نعود عندي مجموعة حلول نعطيها لك جاهزة، يقال قلت ما تناسبك انت من دراء نحن الحلول اللي ندوره انت تستخرجها من عندك يا حياة. نفترض مثلا انك ليه تخطي نقول لك اوكي نحن مثلا المجال الصحي حاسين ان عندك نقطة مثلا قاضة شوي، هون اللي نصيغ لها هدفين، عندك نقطة انت ما شاء الله بريفكت فيها اللي تصيغ لك هدف واحدك تحافظ عليه. يا قير تعاملكم انتم كمدربين مع الاشخاص المتذمرين شنو طبيعة يعني نصائح صرامة. نصائح للمتذمرين هو المتذمر حتى انصحته لا يقول لك يا غير يقال ليش نعدل بين الظفرين يا غير ليش نعدل يقال حدا يسرف حياته مع المتذمر عنده دائما مبررات انت ما حدك دائما مركز لان المبررات ما عندي الوقت دور يجون اليوم من حالك نعدل دور كذا ذا لابدك متعود يصار معاه يا فلان انت الدور ولا ما الدور الدور اللي ندربك على واحدة يعني ما نجي عاطيتك نوخذ منك خطة مثلا 5 سنوات لأن هي خطة استراتيجية تعتبر من 5 سنوات
أنا نبدأ معاك من خطط صغيرة 6 أشهر على هدف واحد. يعني ندربك بعد قاعد أنك أنت تقدر تقبل هدف وتقدر تطبقه ونمشي معك. ندربك أنك تخلي عنك ريكة غير. يا غير يعني يا غير هي فكرة موجودة عند الناس المتذمرين وهي فكرة يعني تعتبر عائق قدام أي خطوة جديدة قدام أي استنباط والله زاد مواجهة مصاعب الحياة. دائما ما الحياة متوجهة عندهم باتجاه واحد مثلا مثلا حد منهم قلت له صلة رحم يقول لك هذا نواك شوط قاع والله هذا تشرح حد فيها قاع والهم والعيال يعني دائما ما تعود الهم والعيال هو اللي كي قلت لك دائما عنده مبررات دائما عنده مبررات للإنجاز عنده مليوزات قواعده ياسر من الناس مسوف يعني قد يقعد لك ظرف يعدل لك خطه يقال ما ودي اعدل منش يعني تملا الصبح الحين عندها الوصف نبدا ذاك التسويف التسويف هو يعتبر سرطان خطير الله اكبر طبعا هو صحيح لانك انت تقدر تعدل انا اقدر اعدل والله انت عندك مجموعه مهام موكله لك مثلا انت ما تعرف شنو الطريقه والله تعرف طريقه تعدل يقال دائما تخليه لاخر لحظه للاسف نعطيك اعتراف سريع على من الناس اللي كنت تعاني من التسويف دائما ما نعود الأسر اللي يعني تبقي تغير من نمطها المعيشي نمطها المادي إلى آخره أسرة مثلا تعود كانت مأجرة منزل سنوات تختير مثلا وعندها دخل يقال هذا الدخل دائما ما هو معرض للتخطيط السليم مثلا هذه الأسرة تختير مثلا تشتري قطعة أرضية تختير تبنيها إلى آخره يعني إيش مطلوب عندها هون هي يعني من أن هي تعدل مثلا نصائح الى اخره من الامور والله زاد نتحسن من مستوى المادي هذه النصيحه اللي لا نقول لك ماركتيا تعتبر ما هي الا الاسره تعتبر اي رجال يبغي ينجز هدف معين قد يعود بعيد عنده او شايف على انه صعيب خلال 4 سنوات والله 5 سنوات الى اخره شايف على انه صعيب خالق قانون يسموه في اليابان الكايزن قانون الكايزن اللي هو التطور المستمر معناها زاد على اني شفت هذا مثلا الهدف اللي قلت لك بالنسبه لنا احنا كاسرين عدنا خط وما هو على شكل فردي انخطط انا مثلا ومستوى العائلي وعلى مستوى الاسره لان قاعدين نقول اوكي احنا هذا مثلا المثال اللي قلت عندنا من زمن الذكاريين ضروا تحولوا لمرحله الملكيه تحولوا لمرحله على انه عندنا شيء ساكنين فينا انها لا يجي وقت واحد صح المبدا ايش يقول على انك ولو مثلا دخلك 100,000 والله دخلك 50,000 والله دخلك 20,000 حسب ناس تتفاوت انت من وفر منها الفوقيه مثلا انا علاش لابد لي من وفر كذا ياكن اوصل لك كذا ما قلت هو قاعد مره واحده نفس الدوامه فنبدا الكايزن هذا ايش يقول لك يقول لك على انك كل شيء تقد تنجزون انت قد تبدا فيه واحد اثنين واحد في الالف يعني قطره يصير الواد مباشره هذه راي عميقه ما قطره يصير الواد طبعا هي بالضبط هذا يعني عودنا نظرتنا نحن مثلا ان هذا قاع ما وش قد حد يحصل منه شيء حد يقبل 20,000 فوقيه يعني دخله للشهريه كيف قد يتم يحصل منها سوق نيمر والله لو نفترض مثلا على ارض الواقع وقلنا له عنده دخله 20,000 ايوه وفر منها الدائره الفوقيه مثلا على مدة 3 سنوات ايش حصل عنده يحسبها لو ما عدلها بعد 3 سنوات حصلش ولا ما حصلش تم ماشي على نفس المجال ولا ما تم ماشي نفس الخط يعني أيهم افضل طبعا افضل لا حد يخزن الفوقيه ما ياثر عليك انت لانك 20 وباص منها 1000 فوقيه ما ياثر عليك غير هذا استاذه هاله لا بد له من اراده قويه اللي دائما نحن عندنا كامل. اي حد مثلا عامل هون والله عنده مثلا روايه موفرها دائما تم تخمامه في ذيك الروايه يعني حاسس الوقت اللي يفصل شوي والله افصل شوي والله دخلت مشكله قال انا قاعد ما قد نعدل النبي اللي قاعد طلعت لي الروايه قاعد سابق يعدل ما يعرف اللي مستقبل كانوا حي والله 100 كانوا قاعد يتم يدمنين الى اخره يعني هي من ترى الأستاذة هالة رسالة شخصية يعني هذه درجة من التذمر كبيرة التذمر نقول هالة متذمرين علاش لأنه دائما عنده سبب أنه ما يعدل دائما وجود عنده سبب ورجع الكلمة اللي قلت على أنه ذم كامل فر في الحياة من بداية للنهاية يعتبر من قرار داخلي أنت يا قررت يا ما قررت يا ما اللي قررت عن قناعة ومتمسك بها والله ما قررتها خلق قصة مشهورة قالوا على أنه شاب جل حكيم ياباني أيوة. وقالوا علمني شنو سر النجاح والله سر ساهية بالضبط قال العبرة اللي ندور نستخلص منها شنو على أنه خاوبي وهي بريق من ما قالوا تراعي فيها قالوا تراعي فيها بعد قام حكم راسه وقمصه فيه سكن تأدبا مع منادم قمص راسه وقمصه في الماء تأدبوا معاه سكن
ساعة شوي شكل منادم لا يرخيه ذو منادم مقلوبة نفسه عصر حتى ذو منادم لا كلمتين تنعلي تالي قام يفركس فيه وهو شي ما بينطلصني ساعة قام تفاوضي نفضاني طار منادم وشواق قالوا تجنيت أنا نجيك نقول لك تعلمني سر النجاح في الحياة كذا قالوا النجاح ذيك ذا الدافع اللي خلاك تحافظ على حياتك ذي اللحظة هو سرك يعني ذا الدافع الداخلي القوي اللي يعني لين أخذت على عمرك شفتي هاي ورقة يعني متأكدة مليار في المية هاي ورقة الكلمة يدور ياسر من الناس خاصة الموريتان يقول لك بلاش كلام تنمية بشرية لكن هذا حقيقي أي شيء معدله يعتبر أنت معدله من داخلك والتأثير الخارجي يعني دائما تأثير بسيط يعني شنو هي الطريقة اللي يستهدى بها رجاج على هذه الطاقة الكامنة داخله هو قاعد ياسر الناس يعود قاعد يقول لك هذا لازم يعرف ما يكتشف هو نفسه بداخله قدراته هو اللي نوصل لحمز الوقت اللي نقول والله اللحظة اللي نقول أنا ندور كذا الذي يعتبر إرادة أنا ندور فعلا ندور ولا ما ندور هو اللي هي يرجع لاش يرجع لأن التخطيط العلمي أول ما يحدد لك رؤية وبعدين يحدد لك رسالة لا نحكو نقطة أخيرة ومهمة عندي ما نختار في الوقت ما بدنا طرقنا لها وهي الرسالة الشخصية بالضبط هاي كنت جاي نقول لك حالا أنه ختاما أي شخص يرفض عنده رسالته وعنده رؤيته وعنده مجموعة أهداف وما يعظمها والله يكبرها من الكبر اللي قد يعجز عن تنفيذها ابدأ بشي بسيط اياك انك توصل يمشي معاها خطوة رسالة شنو هي رسالة هي دستوري ما يعني انا من هو من انا يعني من انا وشندو انا من هو شنو هي مجموعة قيمي شنو هي ادواري شنو الدور اللي نلعبه طبعا والرسالة عندها معايير كي قلنا قبيل اياك نختصر لكم بصفة سريعة كختاما الخلاصة التخطيط الشخصي شنو هي تعتبر بداية رسالة انا من هو ورسالتي مبنية أصلاً مجموعة من القيم مجموعة من المبادئ عندي أنا شخصياً تعبر عني مجموعة من الأدوار دوري في ذي المجتمع دوري في البيت دوري مع الأصحاب دوري مع مهنتي دوري مع أنا شخصياً طبعاً شكراً جزيلاً طبعاً ما أخلق حد عبثاً يعني ما الإنسان طبعاً. عنده دور وعنده رسالة في الحياة صحيح. ما أخلق هكذا ويلا يفهم والسر عادةً إياك نختم معكم بسر النجاح لكل واحد كل واحد وعلى انه يعرف نفسه كل ما عرف نفسه كل ما وصل للنجاح شكرا جزيلا انه مولانا المواهب انا انطق كل شيء الله يخليك عندي شوي جمله قصيره كذا نختم بها خاصه مجال التخطيط اللي هو موضوعنا وعلى انك لين ما تخطط للنجاح فانت خططت للفشل لا الحق شكرا جزيلا لك الاستاذه هاله متبانه مديره مركز مهارات ليس على هذه الحديث الشيق ما شاء الله واستفدنا منه شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام.